الساعة 9 بالظبط بدأت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وماتش الزمالك والمقاولين العرب، المباراتين مؤجلتين من الجولة 19 من بطولة الدوري. الأهلي والزمالك النهارده أهدافهم مختلفة، الأهلي بيدور على الفوز عشان يقرب أكتر من حسم لقب الدوري. الأهلي حاليا متصدر الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز برصيد 69 نقطة، لكن الأهلي وصل للنقطة 69 من 27 مباراة، بيراميدز وصل لها من 30 مباراة، الأهلي محتاج يكسب 4 مباريات عشان يكون حسم رسميا لقب الدوري. الأهلي عنده هدف كمان النهارده وهو إنه عايز يستمر في سلسلة الفوز المتتالي اللي عاملها الموسم ده لحد دلوقتي ب 16 مباراة. ده برضه نفس هدف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللي عايز يكسر الرقم القياسي اللي حققه مانويل جوزيه مع الأهلي ب 17 فوز متتالي في موسم 2004-2005 بجانب طبعا تحقيق لقب الدوري. الأهلي غاب عنه النهارده محمود متولي، طاهر محمد، عمرو السولية بسبب الإصابة، أحمد عبد القادر بسبب وجهة نظر فنية، في طبعا إليو ديانج اللي راح نادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ومحمد الضوي كريستو اللي بيلعب دلوقتي في نادي الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة برضو. حتى الآن المباراة 0-0. أما الزمالك اللي برضو المباراة لغاية دلوقتي 0-0، فالماتش بالنسبة له تحصيل حاصل. هدفه النهاردة أو الموسم ده أنه يكون فريق يقدر، أو يعني هذا الفريق يكون يقدر ينافس بيه الموسم اللي جاي، لانه الموسم ده بالنسبه له انتهى باستثناء بطوله الكاس اللي ربنا يكرمنا كده وتخلص. كل المباريات اللي فاضله للزمالك في الموسم ده تعتبر اعداد للموسم الجديد، وكمان فرصه لجوماز المدير الفني لنادي الزمالك انه يحدد اللعيبه اللي هتستمر معاه واللعيبه اللي ممكن مش هيحتاجها، كمان يحدد المراكز اللي هو محتاجها عشان يبدأ الموسم الجديد بشكل قوي ويرجع الزمالك للمنافسة على البطولات تاني لحد آخر دقيقة زي السنة دي كده لما حقق بطولة الكونفدرالية. طبعا المقاولين عايز يكسب بأي شكل عشان يحاول يبعد عن منطقة الهبوط. طبعا المقاولين المفروض نادي كبير فمش حلو انه يهبط. المقاولين دلوقتي في المركز 17 برصيد 21 نقطة من 29 مباراة، يعني بعد مباراة النهاردة هيكون ناقص له 4 مباريات بس ب 12 نقطة. هو حالا زمالي بيقولوا لي المقاولين جابوا جون حالا في الزمالك. طبعا الزمالك اللي غاب عنه النهارده واحد من اهم لاعبته الفتره الاخيره وهو عبد الله السعيد بسبب تراكم البطاقات، وغاب كمان عنه حراس المرمى الاساسيين بتوعه محمد صبحي ومحمد عواد. واضح انه يعني غياب حراس المرمى الرئيسيين عامل اهو مشكله. النهارده شارك حارس المرمى الناشئ محمود الشناوي اللي دخل لسه في جون دلوقتي حالا واللي هو شارك في المباراه اللي فاتت. معانا على التليفون دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي. إذا المقاولين بيحرز هدف نظيف في شباك نادي الزمالك. دكتور عثمان معانا؟ ايوه يا فندم. مع حضرتك الصوت كده واصل كويس؟ اه كده سامع حضرتك، اتفضل. اه فعلا يمكن لسه المقاولين عرف فعلا سجل هدف يمكن في اللحظة عارف بكلمي فيها فعلا محمد سالم الهدف الأول في الدقيقة 30، هدف أعتقد مهم جدا جدا من المقاولين العرب قبل هذه المباراة. عنده 21 نقطة في المركز ال 16، فمحتاج يفوز بأي نتيجة عشان أو مركز 17 هيوصل المركز 16 في حال فوزه على الزمالك. والمقاولين طبعا فاضل 3 جولات غير الجولة دي، ولسه ليه مباراة أقل، ليه مباراة مؤجلة لسه. المقاولين محتاج يفوز بيها عشان يقرب شوية ويحيي أماله إن هو يكمل في الدوري ما يهبطش الدرجة الثانية. طبعا هيبقى فوز مهم لو تحقق، ولكن زي ما أنت قلت الزمالك بيلعب بأعصاب هادية، ما عندوش أي ضغوطات بدليل المباراه اللي فاتت مع بيراميدز. المباراه كانت صعبه جدا، ولكن الزمالك فرض نفسه فيها وتعادل 1-1، وكان ممكن كمان يكسب في هذا اللقاء اما النادي بيراميدز اللي هو بينافس على البطوله مع النادي الاهلي. يمكن في نفس كده الزمالك محتاج، قبل ما نروح للاهلي، الزمالك كده محتاج حارس مرمى جديد خاصه مع ابتعاد محمد عواد عن الصوره ورفضه تجديد عقده الا بشروط. اعتقد النادي الزمالك محتاج حارس جديد لو محمد عواد خلاص. وطبعا عواد وصبحي الاثنين كان عندهم بينتهي هذا الموسم، وتم تجديد عقد محمد صبحي، ولكن طبعا لحقت بيه اصابه قويه شويه قبل مباراه بيراميدز. لكن سبحان الله رب الدرجات النافعه عشان محمود الشناوي يبقى ليه فرصه من المشاركه ويؤدي بشكل طيب جدا. مين الحراس اللي في الدوري دلوقتي ينفع يلعبوا في الزمالك؟ الايه؟ الحراس اللي في الدوري دلوقتي اللي ينفع يلعبوا في الزمالك؟
لا حاليا يمكن ما فيش حد مميز بشكل كبير، ولو في حد كويس او حتى واعد بشكل او باخر غالبا ما بتبقاش متمسكه معايا. يعني ممكن محمد بسام حارس ثمانيه كيلومتر، اعتقد هو مستقر مع ناديه، وعلى فكره بدا يحقق بطولات مع ناديه، يعني نعم مش موضوع مش بسيط. نفس الكلام عارف اللي كان في النادي الاهلي وراح نادي الزد، مستقر بشكل كويس. يعني حتى ما فيش حراس اسماء تقيله او كبيره ممكن تنضم للزمالك الفتره اللي جايه، ولكن في ظل التمسك كل نادي بالحارس الاساسي بتاعه ما فيش اسم واضح او واعد ممكن نحس انه يجي نادي الزمالك الفتره اللي جايه. في طيب كلام ممكن جنش يعود تاني من مودرن سبورت لنادي الزمالك وارد، ولكن وجهه نظر شخصيه، لو الناشئين او الشباب مستواهم واعد جدا ياخدوا فرصه. يعني نعم شوفنا ما شاء الله مصطفى شوبير مع النادي الاهلي، وحمزه علاء لو حاسم دخل اللي مع النادي الاهلي، اعتقد دول حراس محتاجين ياخدوا فرص الفتره اللي جايه. فلو الزمالك عنده مجموعه من الشباب في حراسه المرمى تحديدا قادرين ان هم يعني زي ما بيقولوا كده يتحملوا المسؤوليه وياخدوا فرصه، ليه لا نرجع لزمان تاني كان لحد فلان من ناشئين نعم زي كابتن نادر السيد زمان او ما أي قبله من حراس طيب كبار جدا جدا ياخدوا فرصه الفتره أروح الجايه. للأهلي. إزاي الأهلي بيفكر للموسم الجديد بعد رحيل إليو ديانج، خاصة إن في أخبار عن عروض لسوليا وقفشة؟ طيب بالنسبه للنادي الاهلي، يعني كلام الصفقات كلام كتير جدا جدا، وطبعا حتى جمهور الاهلي بيضغط في هذا الاتجاه وبيسال دايما مين جاي باك شمال، عشان علي معلول يعني غيابه مطول يمكن لحد اخر السنه، لحد اخر 2024 ممكن يتقيد حتى في القائمه الثانيه في شهر يناير، ما يتقيدش في القائمه الاولانيه في الصيف او ما قبل الموسم الجديد. نفس الكلام وسط الملعب اليو ديانج طلع اعاره، عمرو السوليه قعده خلص ومحدش عارف هيكمل ولا هيروح للدوري الليبي. فالاهلي محتاج صفقات خاصه في خط النص وفي خط الباك الشمال، وطبعا في كلام كتير على يحيى عطيه الله اللاعب المغربي المحترف في سوتشي الروسي، كلام كبير عن محمد علي بن رمضان اللاعب التونسي المحترف في وعمر برنت الساعي. فاروش المجري، ولكن المنافسه شرسه على الثنائي ده تحديدا. ولكن الاهلي اعتقد لو نجح وضم هل الصفقتين دول صفقة يحيى هيكون عطية الله مهمين جدا اتأخرت جدا جدا بسبب لصالح المقابل الله المادي؟ واضافه كبيره سواء في دفاع او وسط النادي الاهلي. هل صفقة يحيى عطية الله اتأخرت بسبب المقابل المادي دكتور فتحي دكتور عثمان؟ والله فيها في كلام كتير جدا جدا، سواء من نادي سوتشي الروسي اللي هو عاوز مقابل مادي اكبر من النادي الاهلي عرضه، لكن اللي انا اعرفه ان اللاعب نفسه مرحب انه يجي النادي الاهلي وعنده رغبه انه يجي النادي الاهلي، ويمكن ده يعني مقوي شويه موقف النادي الاهلي ان اللاعب عاوز يجي للقلعه الحمراء. نفس نعم. الكلام محمد علي بن رمضان، بالرغم ان في ثلاث انديه فرنسيه يعني عاوزه اللاعب وبتتابعه من ايام ماتش فرنسا وتونس في كاس العالم اللي هو كان في 2022، فثلاث نعم. انديه فرنسيه بتتابع محمد علي بن رمضان، فده هيبقى منافسه اصعب اعتقد للنادي الاهلي نعم. في ظل ان محمد علي بن رمضان لاعب مهم جدا جدا، واعتقد لو جه النادي الاهلي هيبقى اضافه كبيره جدا جدا اشكرك للدوري المصري للقلعه الحمراء، خاصة طبعا قبل كاس عالم الانديه بشكل جديد ان شاء الله. شكرا دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي. طيب بعد الفاصل، هو ايه اللي دخل عليه منطقة الشرق الاوسط بعد ما دايرة الحرب وسعت؟ هل اللي بيحصل في المنطقة مرتبط ببعضه ويسيب اثر على كل الدول؟ ازاي العرب يقدروا يحلوا ازماتهم من فلسطين للسودان مرورا بالازمات السياسية في سوريا وليبيا والعراق والصومال؟ هل التطبيع العربي الكامل مع الكيان الصهيوني مقبول ممكن يغير من طبيعة أحوال في المنطقة؟ هل إيران عدو حقيقي للقوى في الخليج العربي؟ إيه هي مواقف العرب من القوى العظمى والكبرى والمؤثرة سياسيا واقتصاديا؟ هل السوق العربية المشتركة والجيش الموحد بقوا من المستحيلات زي الغول والعنقاء والخل الوفي؟ عن الواقع في الشرق الأوسط وما يجري فيه هيكون حواري مع ضيفي العزيز صلال بن حجنة المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية.